السلام عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناة الشروق. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد محمد إدريس دبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما قدمت دعوة لسيادته لزيارة جمهورية تشاد، واطلع سيادته خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس دبي يوسف بوي على تطورات الأوضاع بجمهورية تشاد بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وأكد دعم السودان لتشاد، كما وعد بتلبية الدعوة لزيارة تشاد في القريب العاجل. اطمأن رئيس مفوضية السلام سليمان الديبيلو على التجهيزات والترتيبات الجارية لعودة النازحين من معسكر كرينيك بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور إلى المعسكر الذي يعد جزءا من المدينة بعد اكتمال الترتيبات لعودتهم. وقال ديبيلو في تصريح صحفي إن المعسكر في حوجة لمزيد من الترتيبات الأمنية لتحقيق الاستقرار، ودعا إلى توفير الخدمات الضرورية للنازحين بالمعسكر عبر تكامل الجهد الشعبي والحكومي والطوعي، ونوه إلى ضرورة الإسراع في نشر القوة المشتركة بالمعسكر وتدريبها لحماية المدنيين. قام وزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد بوضع حجر الأساس لقسم شرطة منطقة الشيخ مصطفى الفادني بمحلية شرق النيل، وذلك بحضور والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان، ووسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة. وامتدح والي الخرطوم الجهود المتعاظمة التي تبذلها وزارة الداخلية في الانتشار وتأمين أطراف الولاية. افتتح والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله أمس سوق مبادرات أو صادرات الماشية بمنطقة درة بولاية النيل الأبيض بمحلية جولي بحضور أعضاء حكومته والأجهزة الأمنية وممثلي البنوك والشركات المنفذة. وأشاد الوالي بالجهود الشعبية التي ظل يقدمها إنسان الولاية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا عدم أو عزم حكومته على توفير كافة الخدمات الضرورية للسوق، ووجه بإنشاء مخططات استثمارية وتجارية لدعم السوق. ورياضيا، تأهل المنتخب السوداني للفروسية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد بجنوب إفريقيا، وذلك في ختام بطولة التقاط الأوتاد الدولية التي جرت في الفترة من 18 من يناير إلى 20 منه بملعب نادي الفروسية بالخرطوم، بمشاركة دول السودان البلد المضيف وجنوب إفريقيا والهند والنرويج وكندا. وشرف ختام البطولة عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والرياضيين. اختتمت المنافسة النهائية بنيل السودان ذهبية المركز الأول والهند فضية المركز الثاني والنرويج برونزية المركز الثالث، وتم تتويج المنتخب السوداني بنيله أو بتسليمه كأس البطولة. مشاهدينا، نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.